القدس تي في، عيش الخبر أينما كنت. بحياة ملؤها العذاب تعيش العديد من عائلات بلدة بودروس غربي مدينة رام الله التي ابتلاها الله بمعاق واحد أو أكثر، فما أن تطأ بقدميك هذه المنطقة حتى تشعر بمدى البؤس والفقر الذي تحياه البلدة. مشكلة الإعاقات أولا الناحية العددية أو النسبة الموجودة في قرية بودروس، من خلال اطلاعنا الأولي بنشوف أنها نسبة مرتفعة مرتفعة جدا بالنسبة لعدد سكان قليل في هذه القرية. وفق تقرير صادر عن جمعية دار المحبة والسلام العاملة في البلدة، تجاوز عدد الأسر التي تحوي معاقا واحدا على الأقل 70 أسرة يعانون من قلة الخدمات الصحية المقدمة لهم. تقريبا احنا بدرس حوالي 1500 نسمة، بتحكي عن حوالي 70 معاق او اكثر شوي من الإعاقات. في عندك في داخل الأسرة نفسها بتلاقي عندك أزمة معاقين وثلاث في داخل الأسرة نفسها، هاي وكلها إعاقات، بتلاقي إعاقات عقلية وإعاقات حركية وشلل كامل. عائلة حسن عبد الكريم إحدى العائلات التي ابتليت بثلاث معاقين جسديا وعقليا ومصابين بمرض حوض البحر الأبيض المتوسط الثلاسيميا، مما جعلهم لا يقون على الحركة ولا يمكنهم التحدث إلا بصرخات لا معنى لها. وجدت ثلاث معاقين يعني هان في البيت مع عائلتي، يعني أكيد إشي صعب عليه، بس برغم هيك يعني متحمل على حالي وجاي على حالي كتير، يعني بطالب الوزارات المؤسسات المعنية إنه يكونوا يعني نظرهم ينتبهوا أزيد، يعني يلفت نظرهم على هيك حالات لأنها عن جد حالات صعبة يعني وبدها مساعدات. المعاقون الثلاثة بحاجة إلى رعاية دائمة ومستمرة، إلا أن حال هذه العائلة لا يختلف كثيرا عن حال عائلات البلدة التي لا تجد لهم معين في ظل عدم وجود مؤسسات تعنى بهذه الشريحة المهمشة. ارتفاع عدد ذوي الإعاقة في هذه المنطقة حول حياة المواطنين فيها إلى جحيم لا يمكن لأحد أن يتحمله، جحيم كتم أصوات عائلات ذوي الإعاقة عن المسؤولين الذين على ما يبدو أنهم باتوا لا يسمعون ولا يرون ولا حتى يتحدثون. من بلدة بودروس غربي مدينة رام الله، حمزة السلايمة، تلفزيون القدس. القدس تي في، عيش الخبر أينما كنت.